ده الورق وثمره لا ينقطع، لا يزبل ورقه ولا ينقطع ثمره. يقول ثمره للأكل وورقه للدواء. ثمر الأكل يعني يصبح تصبح حياته غذاء له وغذاء للآخرين، الناس يتغذون بحياته ينتفعون بحياته، حياته تصير لهم طعاما يتغذون به، يتغذون بفضائله وبقدوته وبخدمته، ويتغذون بمحبته، ويتغذون بروحياته. وبعدين بيقول الكتاب ان الارض الجيده تصنع ثمرا 30 و60 و100. شوف انت من اي نوع، من نوع اللي بيجيب ثمر 30 ولا 60 ولا 100. الناس بيختلفوا في مستوياتهم الروحيه، في انسان على قده بيدي ثمر 30، وانسان بيعطي الاخرين على قده بيعطي 60، وانسان اللي بيعطي 100 ده ملقان من ناحيته الشخصيه وملقان من جهه عطائه للاخرين. الثمر ده ضروري في حياه الانسان، تكون حياته مثمره، حياته مثمره. ده لما ربنا لعن الشجره قال لها لا يكون منك ثمرا الى الابد، تبقى ميته. ولما جابوا له عن الشجره اللي بقالها 3 سنين لا تعطي ثمرا واترجوه وقالوا له اتركها هذه السنه ايضا، قال نتركها فان صنعت ثمرا والا ففيما بعد نقطعه. عجيب ان الاشجار اللي ما بتصنعش ثمر ربنا يقول لازم يقطعها من الارض. بتعمل ايه؟ على الاقل تقطع من ملكوت الله، على الاقل تقطع من جهه عملها داخل الكنيسه لا تصنع ثمر. ده في شجره لا تصنع ثمرا وفي شجره اسوا تصنع ثمرا رديا. ما بقول الشجره الجيده تصنع ثمرا جيدا والشجره الرديئه تصنع ثمرا رديئا. اللي بتصنع ثمر رديء بتكون سبب تعب للمجتمع الذي تعيش فيه. وفي ناس يصنعوا ثمر وربنا ينمي هذا الثمر بتاعهم. يعني شوفوا مثلا يوحنا اصحاح 15 بيقول انا الكرمه الحقيقيه واب الكرام، كل غصن فيا لا ياتي بثمر ينزعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. وبيقول كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمه، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيه. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار ويحترق. وبعدين يقول إيه بعد كده؟ يقول إن كنت تثمر ويكثر ثمركم. يكثر إيه ثمركم؟ تأتوا بثمر ويدوم ثمركم.